خفف عليه مشقة التعب وعناء تصليح دراجته النارية على الطريق الواصل من بلدة أطمة بريف إدلب إلى مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي. يعمل أبو أسعد، عمله الجوال جعله من عابري الطريق بشكل يومي ليكون مشروع تزفيت الطريق الذي تعمل عليه مؤسسة بناء للتنمية من أفضل المشاريع له وللأهالي والمنطقة بشكل عام. بيام الصيف بوزة وبيام الشتاء شعيبيات ونمورة، وكان الطريق سيء، يعني كان سيء بين دير بلوط تقريبا لا أغجله، طريق سيء سيء بشكل، والآن قاموا في تصليحه وصار طريق جيد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمد بصحتهم وعافيتهم. ريح الآليات الموتورات السيارات، بريح حتى يعني تصليح عنا خف الحمد لله رب العالمين. 20 كيلومترا المسافة المقدر تعبيدها والتي تمتد من معبر باب الهوى حتى مدينة جنديرس، إضافة ل4 كيلومتر فرعية بين المخيمات التي تمتد على جانب الطريق. سبق مرحلة التعبيد تجهيز قنوات الصرف الصحي والجسر بالقرب من مخيم دير البلوط. بدأت مؤسسة بناء بإعادة تأهيل طريق باب الهوى جنديرس منذ قرابة شهر، أي بتاريخ 15/8/2022، ولا زال العمل جاري حتى الآن. تم التنفيذ بنسبة حوالي 25%. الهدف من الطريق تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الوصول الأهالي إلى المخيمات والبلدان المجاورة ضمن هذه المنطقة. سبق تعبيد طريق جنديرس باب الهوى تعبيد طريق معبر الغزاوية قبل عام من الآن، والطريقان يربطان شمال حلب بريف إدلب الشمالي، وكلاهما يعتبران من الطرق الحيوية في المنطقة. تحسين واقع الطرقات في الشمال المحرر بات ضرورة ملحة للتخفيض من نسبة ارتفاع الحوادث جراء رداءة الطرقات وتحسين الوضع الاقتصادي واختصار المسافات. ماجد العمر، حلب اليوم. أفريقيا.